مؤسسة عالم موازي اللي عملت ايفنت تحت عنوان من حقك تحلم. من حقك تحلم ده ايفنت لدعم ذوي القدرات الخاصة وتنمية مواهبهم واحتضانهم ودمجهم في المجتمع، وفي نفس الوقت بيوصل رسالة لأنه أي حد عنده طفل بيعاني من متلازمة داون أو ما شابه أو ما يحيط بهذه المشكلة يقدر أنه يواجهها ببساطة، يتعامل معها ببساطة، يلاقي إيفنت يخرج فيه قدرات أبنائهم. ويمكن من خلال الاحتفالية دي شفنا أو خرج لنا أول كليب في الوطن العربي بيضم 23 فرد من ذوي القدرات الخاصة قدروا أنهم يخرجوا لنا بكورال أو أغنية كده أو كليب جميل جدا. بصراحة حاجة مشرفة جدا جدا وحاجة تفرح، علشان بدأنا نحس ان اصحاب الهمم او ذوي القدرات الخاصة بقوا مندمجين في المجتمع بشكل كبير جدا. بقينا بنشوفهم في الاعلانات، بقينا بنشوفهم في الاعلام، بقينا بنشوفهم في كل حتة، نجوم سوشيال ميديا وحاجات كتير جدا. الاحتفالية دي هو احتفال وعرض استعراضي وعرض ازياء ومسابقات مواهب وعروض باليه وعروض لفنون لعبة الكاراتين. انتوا متخيلين كم حاجة موجودة غير الكليب طبعا اللي هو بعنوان كلنا وياك، واللي بيكشف معاناة الأشخاص اللي بتعاني من داون سيندروم أو ذوي القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم زي ما احنا بنقول. دي حقيقة، وعشان يعني يتنفذ الكليب اللي هو كلنا وياك عملوا ورش تدريبية لفترة كبيرة جدا للأطفال، وكمان بعدها قرروا ان هم يطوروا الفكرة دي ويقدروا ينتجوا مسلسلات وأفلام خاصة بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.